يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تعددت الجنائز في صلاة واحدة فهل تكون القراريط متعددة أيضا؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، فضل الله واسع. يعني أنت خاف تقضي القراريط التي عند الله، فضل الله واسع، ألا ندخل في هذا؟ يقول تعدد أو ما تعدد. نعم. يقول فضيلة يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فله قيراط، وإذا صلى على عدة جنائز فالله ذو الفضل العظيم. نعم.